ابن عش المرتضى ركن العرش مال من شال ابو الحسنين وياه المجد شال ردوا نعش حيدر الى المنزل شويه بتودع زينب وكلثوم الزكي فرقاك بويا اصعب الفرقا علي خلى الدمع يجري دماء وبالقلب والوال ونادى المشكر بالفضيل عباس يا اختي لا يرتفع صوتك ترى قلبي شعبتي انا كفيلك من بعد حيدر دسكتي ما دام انا موجود ما ينظام لك حال اين المنادون واماما والسيدا ساروا بنعش الإمام حتى وصلوا إلى أرض النجف أرض الغريب عندها نزل المقدم أنزلوا المؤخر انتظروا قليلا أبعدوا نعش الإمام وإذا بهم يران قبرا محفور وساجا منقوبا مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح النبي إلى الطيب بن الطيب علي بن أبي طالب عندها جاء الحسنان رفع الإمام من نعشه وضعوه في لحده أين المنادون وعليا أين المنادون والسيدة انتظروا قليلا أطلوا وإذا بهم لم يروا جسم الإمام وجسده في قبره فقال الحسن صدق أبي أمير المؤمنين حيث قال يأبى الله إلا أن يجمع جسد النبي وجسد الوصي وروح النبي وروح الوصي في مكان واحد عندها جاء الإمام وأهال التراب على القبر وصارت الصيحة من جانب قبر الإمام واللاطم على صدره والمنادي وعليا وإماما ما سرعان ما رجعوا إلى الكوفة دخلوا على زينب وإذا بها واقفة ممسكة بسيف الإمام نعم ممسكة بسيفه وتخاطب أمير المؤمنين يا باب ندفن سيفك البتار ويا توخيرة بالبيت يوحشني بليا يمتى علينا تعود حي اللهم حيا يا هازم الأحزاب يا ناصر نبينا بالله يا دفان القبر لتهيل لترايب ريض سويعه وسولي بالقبر بايب عليكم ها صعب على فراق الحبيب فراق الأحباب يا حازم الأحزاب يا ناصر نبينا
كأني بها دخلت نظرت إلى عمامة الإمام وثيابه وصارت تتذكره يجوب في هذه الدار وهي تقول محل الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة ورفراف عليهم بالهنا طير السعادة أين المنادون وإماما أين المنادون وسيدا عندها وقفت زينب تنظر إلى منبر الإمام ومصلاه وتقول وين باب العلم وين يلا جوابك ها وين باب أعلى وياي وين باب زينب تسايل من باره والكبد من أمفطره وين باب العلم وين جوابك وين باب يا علي وقفت تناشد المنبر زينب بدمعة سكيبة تسأل والقلب ضايب بالمصايب عن خطيبة تقول يمك ينطبر حيدر بهالطبرة العجيبة يا منبر شلون غاله الملعون جواب يا منبر شلون غاله الملعون عقبة عجيبة حالتي تسمع يا منبر صرختي وين باب العلم جوابكم وين تزلزل المنبر ودم هل تعواد من بجاه وقال يا بنت الذي امتن النبي الهادي وطاها وطوع الجن بجهاده وملة الهادي بناها زلزل الكفار بسيفه البتار يلا ها زلزل الكفار بسيفه البتار ما اقدر اسولف ليش ترى المحراب يدري اللي جرى وين باب العلم وين جوابك وين حنت الدار الخلية وردت عليها يا شيعة يا علي وقالت الحين جرح دلالي بسؤالك يا وديعة ضعت أنا وانت يا زينب عقب والدك ضيعة غابت أنوارا وصرنا حيارة عليك ها غابت أنوارا وصرنا نوحي وياي مروعه كبدي عليه مقطعه وين باب العلم وين جواب وين باب العلم وين وصدت بدمعه اموله تصيح باخوتها النشامه
يا اخوتي من بعد عزكم بالابو صرتوا يتامى، مات ابوكم يا اخوتي والاسف ما تمم صيامه، مات ابوكم يا اخوتي والاسف ما تمم صيامه، من عقب عينه ضاعت بنينا وظلت بناته بالحزن تبكي وتنادي يا حسن وين باب العلم جواب، وين باب يا اهل المدارس لا تدرسون وعلى المنابر لا تخطبون، ما تدرون وش صاير ما تدرون، ابويا علي باللحد مدفون، علي يا علي يا علي قتلتم الصلاة، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بالزهراء وأبي